نسبة كبيرة من أطفال محافظة ديالى باتوا يعتشون على نبش مواقع الطمر الصحي وجمع المواد البلاستيكية وأي مخلفات أخرى قابلة للبيع بعد ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة لمستويات غير مسبوقة. وأنا جيت هنا أشتغل صار لي تقريبا سنة سنتين هيك أشتغل هنا. وها صاحبي هنا وها بالليل بارد من نجي نجيب الثنتين وبالصيف هم حارة كذلك. وها صاحبي مؤمن همين حط صبعة قبالنا وانقضينا صابعة وأصغر مني تقريبا عمره 7 أو 6 سنين وي يعني ناس خطرة يعني هنا. هؤلاء الأطفال حرموا من أدنى ما يحلمون به وهو التعليم، وباتت أقصى آمالهم العثور على ما يمكن بيعه لسد حاجتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة. أشتغل أنا بالزبالة هاي في المدرسة، ده مصدر عيش، فما أقدر يعني أعوف يعني لازم أعوف المدرسة كي أعيش. فهمتني؟ صار لك كم سنة هاي؟ تقريباً 3 سنين 4. ليش تشتغل هنا؟ هي أنا ما أقدر أعيش إذا ما أشتغل هنا. أعطيني مصدر عيش. وتضاعفت مؤخرا مشاهد الأطفال وهم يبحثون في مواقع التمر الصحي عن شيء لبيعه وفي بعض الأحيان عن شيء لأكله، وسط فشل حكومي كبير في وضع استراتيجيات وخطط للعناية بالأطفال. ايش صار صعب؟ أصلا لا حكومة تضحك علينا، يعني شباب أصلا هسه عمره 20 سنة جاي يشتغل هنا، شغل ماكو، لا حكومة تضحك علينا، لا رواتب، يعني شنو صعب في النوم؟ هاي قدامك جاي نشتغل، جاي نلم القواطي ونروح نبيعها 15 بجيب سواق لهن. الله يشهد لا حد يضحك علينا حتى راتب ما عندنا يعني ميتين من الجوع، اذا ضل قاعدين يموتون جوع اصلا ما حينطينا، لا حكومه تجي علينا لا حد يسالنا. حالتنا يعني فدنا وفدنا وتعبانين، اكو جهال يعني عمره 26 سنه ذنبه هنا يشتغل، المدرسه ما داخل، لا مدرسه اطفال اطفال يعني بالمدرسه سجل يبطل. ويأمل الأطفال في ديالى أن تتحقق آمالهم بمغادرة مواقع التمر الصحي والعودة لمقاعدهم الدراسية التي يرون أنها بعيدة عنهم بسبب الفشل الحكومي المتفاقم.